قال الله تعالى في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ورب العزة والجلال قال في نفس السورة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الزول يا جماعة الدنيا دي أيام وفارقة، بعد أيام معينة وآجال تنقضي يموت العبد ثم ينتقل إلى الدار الآخرة، وإذا انتقل إلى الدار الآخرة لا بد من الزاد، لا بد يا جماعة الزول يتزود، لأن المسافر ما بسافر ساي، بشيل معاه قروش وأشياء يتزود بها. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وأفضل شيء تتزود به للدار الآخرة أن تلقى الله بهذه العقيدة الصحيحة بالتوحيد وبالعمل الصالح. عشان كذا آخر آية في سورة الكهف قال الله تعالى فيها: فمن كان يرجو لقاء ربه، دار يلاقي الله بالنجيضة، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه شنو أحدا. ونحن يا جماعة جينا للمكان ده والحمد لله لقينا الإكرام من أهله، والله ما مجامل يعني عجبتونا، شكلكم ذاته عجبنا، لأن ناس رجال، ناس يا أخي جايين بعكاكيز قاعدين، واحدين بسيطان، أنا شايف ده عنده صوت أخونا، هاي شغل خلوة كويس، وشباب الخلوة ذاته قاعدين، وأخواننا ديل الشباب واقفين قريب ساعة، أسأل الله الوقفة دي الله يرحمهم بها ويدخلهم الجنة. وفي نساء بعيد بيسمعوا ولا ما في بيسمعوا الكلام ده يا جماعة، ما تفتكروا الله بفوت ساي، نحسب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح البخاري قال: إن لله ملائكة سياحين في الطرقات، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قالوا هلم إلى حاجتكم، فيجتمعون عليهم قال فيحفونهم بأجنحتهم. فإذا انفضوا الناس ديل بعد اتكلموا في الدين واتذاكروا وذكروا الله سبحانه وتعالى بعيدا عن البدع، بعد ذاك قال: تعرج الملائكة إلى السماء فيسألهم ربهم وهو أعلم فيقول: ما وجدتم عبادي؟ لقيتوا عبادي بسووا في شنو؟ فيقولون: وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويمجدونك. فيقول الله تعالى: وهل رأوني؟ فتقول الملائكة: لا يا رب لم يروك. فيقول: وماذا لو رأوني؟ فتقول الملائكة: ازدادوا لك تسبيحا، لو شافوك ازدادوا لك تسبيحا وتحميدا وتمجيدا وتكبيرا. فيقول الله تعالى: وماذا يطلبون؟ الناس اللي يذكروني وليه اجتمعوا، ماذا يطلبون؟ فتقول الملائكة: يطلبون الجنة. فيقول الله تعالى: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا يا رب لم يروها. فيقول: وماذا لو رأوها؟ فتقول الملائكة: ازدادوا لها طلبا وشوقا. فيقول: ومما يستعيذون؟ فتقول الملائكة: من النار. فيقول الله تعالى: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا يا رب لم يروها. فيقول: وماذا لو رأوها؟ فتقول الملائكة: ازدادوا لها بعدا واستعاذة، أي منها. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد غفرت لهم وأدخلتهم الجنة. فيقوم ملك
فيقول يا ربي إن فيهم عبدك فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، فيقول الله تعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإنت ما تفتكر الوقفة دي تتعبان زي ولا القعدة دي ولا السهر ده، الناس خلوا بيوت وجوا يسمعوا الدين ده، والله خير كثير وخير عظيم إذا احتسبنا الأجر من الله سبحانه وتعالى. دي مقدمة. الموضوع يا جماعة العقيدة الصحيحة، والله خلقنا ما عشان ناكل، ده برانا بنعرفه ترى وعلمنا، ولا خلقنا عشان نتزوج، ولا خلقنا عشان نسكن، ولا خلقنا عشان نسافر ونجي ونشتغل ونجمع المال. خلقنا من أجل العبادة. الله خلقك كذي كامل بإذنك وعيونك وبشكلك ده عشان تعبده. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وطالما خلقك للعبادة إنت لو قمت بها في الدنيا دي بتكون عزيز، ومما تموت بتفرح من الموت. الملائكة دي مما تستلم روحك، وقبل تستلم الروح مما تشوف الملائكة إنت بتفرح لأنك عبدت الله سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بيحصل لهم شنو؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إلى آخر الآيات. بعدين في القبر الشبر الضيق ده، إنت لو عبدت الله عبادة صحيحة الله بيرحمك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بعدين يوم القيامة الله بدخلك الجنة. قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. طيب التوحيد ده شنو؟ عبادة الله دي شنو؟ عبادة الله ده يا جماعة والعقيدة الصحيحة أن تتوجه إلى الله بالأقوال الصالحة، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر التسبيح وغيره من الأقوال الصالحة، وتتوجه إلى الله بالأعمال الصالحة الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وغيره. والعقيدة الصحيحة السليمة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أعظم شيء تلاقي به الله سبحانه وتعالى تلاقي موحد. جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال البيوجب دخول الجنة شنو؟ والبيوجب دخول النار شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يعني تلاقي الله التمام مشرك، والشرك ده في ناس قايلين انه بعيد، الشرك ده قريب جدا. هذا زول عتر قال يا الله نجيني، نادى كم؟ نادى واحد، نادى واحدا، يبقى ده موحد. زول عتر قال يا الله ويا شيخ فلان، نادى كم؟ نادى واحد ولا اثنين؟ اثنين. ده توحيد ولا شرك؟ ده شرك بالله سبحانه وتعالى. ومن ناس قايلين الشرك ده عنده قرون، حاجة كده عندها قرون وبتجي تنطح، ولا ناس معينين بعاد جدا، ولك نحن نقع في الشرك. آه. وانت قال الشرك شنو؟ عبادة، بدل تصريفها لله براو تقوم تصريفها لغير الله سبحانه وتعالى. الله دار دين نظيف، عبادة دي له براو. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. البدع للشرك في البلد دي منه؟ انت قال البدع للشرك في البلد دي ده المياهون الناس اللي تكلم عنه ونسي قبل شوية أخونا أحمد ده
ديل يسمونا جماعة الصوفية. والصوفية ده نحن مشكلتنا معاهم مش انه يحفظوا القرآن ولا انه يأكلوا الكسرة ولا انه يزوجوا الأيام. مشكلتنا معاهم اول شيء في العقيدة دي. الناس ديل الزول الميت زول مات غسلوا كفنوا رفعوا المقابر دفنوا. اذا كان من شيوخه نقول لك الزول الله صالح. هاو بعد صالح في شنو؟ يقول لك والله طالما هو صالح يبقى الزول ده من يتوسط به لله سبحانه وتعالى. ها الله ده ما داير شغل زي ده، كلام زي ده ما داير، ما دايرك تجيه بواسطه تقول لي يا الله عشان فلان ده اديني الحاجه الفلانيه. لا دي ما بتنفع، اذا صح التعبير ما بتنفع كتا ولا الله بيقبلها سبحانه وتعالى، لانه قال واذا سالك عبادي عني فاني شنو قريب اجيب دعوه الداعي اذا شنو اذا دعان. دعاني انا، ما قال اجيب دعوه الداعي اذا دعا الشيخ والشيخ دعاني انا ولا اذا توسط لي بالشيخ. اذا دعان، لو دعيت الله الله هو اللي بيستجيب لك سبحانه وتعالى. الصوفية ألفوا قصائد وغلوا فيها في الشيوخ ورفعوهم فوق قدرهم والدون حق الله سبحانه وتعالى العبادة. وأنا أديك بعض الأمثلة. واحد اسمه إسماعيل محمد سعيد البغدادي القادري، طريقة اسمها الطريقة القادرية في السودان هنا موجودة، عندهم كتاب اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية. ونحن إن شاء الله في نهاية المحاضرة دي بنفتح فرصة للأسئلة، لأنه في بعض الناس عندهم اعتراضات، في بعض الناس يعني ومن حقهم يسألوا، نحن نجاوبهم بصد رحب، ونحن جينا ننصح الناس ونرجو الخير، فممكن أي سؤال تجي تقوله نحن إن شاء الله إذا عندنا علم نجاوب، وإذا ما عندنا علم نرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. فما عندك أي مشكلة، ممكن بعد ننتهي تجد كيف تقول والله شكلكم ده ما نافع معانا، برضو نجاوبك إن شاء الله. ممكن تجد تقول ليه تكلمتوا في الناس، نجاوبك إن شاء الله، نديك الآيات والأحاديث يعني والأدلة. ممكن تجد تقول والله أسمع دقنكم دي الشغلة دي كيف، نجاوبك إن شاء الله. بس إنت اتمهل لما شنو نتم الكلام، بعد ذاك تعال أسأل وإن شاء الله بصدر رحب شنو كان دارت الدين بسطونة برضو مسردبين ما مشكلة، نأكلها إن شاء الله ونبقى مارقين بسطونة طوبة كله ما عندك مشكلة. طيب الزول ده يا جماعة إسماعيل ده عندهم طريقة اسمها الطريقة القادرية، إسماعيل محمد سعيد البغدادي القادري، كتابه اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية. عليك الله شوف الزول ده قال في شيخه شنو. وأي زول منصف اسمع الكلام ده تاني يدافع عن الصوفية ولا يقول ما بنرضى الكلام فيهم، أعرفه ده ما فيه خير. لو منصف بيقبل الحق، مما يدافع بعد الكلام ده أعرفه ده ما فيه خير، تب ده منتهي. قال صفحة 63 ل 65 الكتاب اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، الصفحة من 63 ل 65 بيمدح في شيخه. قال شيخه عن نفسه قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي، وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه، علم الله. قال وما أوتيتم من العلم إلا شنو قليلا، ده قال علم الله حرف حرف أنا بعرفه. قال وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي. هذه دي كذبة ولا ما كذبة؟ تقدر تعد الموج بتاع البحر موجة موجة كذا، خش البحر انت كان تجر مارق ثاني، خش النص محل حدود ما في ثاني، تعال مارق تعدها. قال بعد البحر موجة موجة، انتوا فاهمين الكلام ده؟ كان نايم صحة، خليك صاحي، الشغل ده تقيل، هاي ما تنوم لنا.
الموضوع ده خطير يا ولدنا، احنا دايرين انكم انتوا تشيلوا الموضوع ده وتنشروه، وانتوا ناس رجال تحفظوا القران تنشروا الدين. قال: واعلم علم الله احصي حروفه، واعلم موج البحر كم هو موجتي. قال: انا كنت في العليا بنور محمد، وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة، انا كنت مع نوح. هو من الأمة دي؟ شوف الكذب بتاعه ده. قال: انا كنت مع نوح اشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع ابراهيم ملقا بناره، وما برد النيران الا بدعوته. نار ابراهيم قال بردت بشنو؟ والله قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. طيب: وكنت مع راعي الذبيح فداءه، وما نزل الكبشان الا بفتوتي، وكنت مع يعقوب في غشو عينه، وما برئت عيناه الا بتفلتي. هذا ما قال الادب تتف عيون النبي ته. قال: وما برئت عيناه الا بتفلتي، وكنت مع موسى مناجاة ربه، وموسى عصاه من عصايا استمدتي. يعني عصاتيان الاصلية الاساس، وعصات موسى جروها من شنو؟ من عصا. انت الكلام ده مش فاهمه؟ امش لقدام لسه. قال: وكنت مع ادريس لما ارتقى العلا، واسكنته الفردوس احسن جنتي، وكنت مع عيسى وفي المهد ناطقا، واعطيت داوودا حلاوه نغمتي، انا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، انا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، انا العاشق المعشوق في كل مضمر، انا السامع المسموع في كل نعمتي، انا الواحد الفرد الكبير بذاته، انا الواصف الموصوف شيخ الطريقة، وما قلت هذا القول فخرا، وانما اتى الاذن حتى يعرفون حقيقتي، وقالوا يا هذا تركت صلاتك. انت يا شيخ ما بتصلي معانا ليه؟ وقالوا يا هذا تركت صلاتك، ولم يعلموا اني اصلي بمكتي. قالوا يا شيخ انت الصلاة ما بتجي ليه؟ قالوا انتوا ما عارفين، انا خطوة في البلد وخطوة وين؟ في مكة. خطوة في بلده وخطوة في مكة. اصله ده ان جك بيصل وين؟ وده خطوة زي شالة بيغادي وداه ليه مكة. ده باقي لك ان جك بيصل وين؟ قال: ولا جامع الا ولي فيه منبر، ولا منبر الا ولي فيه خطبتي، ولا عالم الا بعلمي عالم، ولا سالك الا بفرضي وسنتي، ولولا رسول الله بالعهد سابقا لاغلقت بنيان الجحيم بعظمتي. ده زول يا جماعه عاقل؟ ده دين يدان لله تعالى به؟ ديل الصوفيه دي الطريقه القادريه. قال: مريدي تمسك بي، ما بالله ولا بالدين، مريدي تمسك بي، وكن بي واثقا لاحميك في الدنيا ويوم القيامه. بيقدر يحميه يوم القيامه؟ قال تعالى في القران: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال تعالى في القرآن: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك، مش بشيخك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يا أخي يوم القيامة ده والله شفت لما نجي الناس بتجر عديل، شفت الجري الواحد ده بيجروا عديل كذي، الشيخ بيجر من المريد
يقول لك بعدين ما نجيك مريد يتمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا وما القيامة. وقال وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. تلقاني في الميزان هناك هوب كيف ما قريت سورة عبسة؟ الله سبحانه وتعالى قال فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من شنو؟ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، صاحبته يعني الزوجة، وصاحبته وبنيه. زول عينه لأخوه بجر منه، عينه لأمه، أمه بجر منه، عينه لأبوه بجر منه، عينه لزوجته بجر، عينه لولده بجر منه. بقيف للمريد بتاعه أبو إبريك، بقيف لأبو إبريك ده يقول له تعال أنت كنت بتجيب لي الإبريك في الدنيا، تعال ندخلك الجنة، أنت بتدخل زايتة الجنة دي ما عندها خالص، أنت بالجاسفة زايتة الجنة دي بتدخلها زايتة، دخل الزول جنة زايتة على كيفك. وقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن شنو؟ يغني. الصوفية ده الناس يا جماعة مجانين، أي صوفي تلقاه وزيح من الشارع لأنه ممكن يفلقك، مجنون ما بيفهم. لو بيفهم براحة كذا، لو بيفهم كذا براحة، أنا أديك مثال وامي تشوف كلامي ده صح ولا غلط. تلقى زول كبير في السن، القى شافعه صغير بسف في التراب، يقوم ينزل منه التراب يده، يقول لك هكا للشافع عشان التراب ما يأذاه. الشافع يكبر يلقى ابوه جنب القبه بسيف في التراب. زمان قال له شنو؟ قال له التراب ده كعب. اسي بعد كبر لقى ابوه ماله؟ اسي ده عنده عقل؟ اسي ده ذاته يقول لابوه شنو؟ بسيف في التراب قال فيه بركه. قال لك منو هنا في بركه؟ هو تراب، قال لك منو فيه بركه؟ هو الكعبه محل البركه، ججد على البركه ذا، البركه ججد يعني. كان مشيت قعدت ساي، انت بتمشي تقعد ساي ولا تمشي تصلي جنبه وتطوف؟ تمشي تعبد الله في المحل داك ولا تمشي تشيل التراب بتاع الكعبه تسفه؟ لو شلت سفيته بتستفيد؟ ولا تمشي تصلي لله هناك وتطوف بالبيت تقربا الى الله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق؟ ولذلك الصوفيه يخلوك ان عترت تنادي الشيخ، بعدين المره بيضيعوا عليك مرتك، بيخلوها ما بتحترمك. لانه يا جماعه المره لو شايفه راجله مالي عينها، لما تجيها مصيبه راجله جنبها ما بتنادي راجل تاني. هسي جا حرامي طلع فوق الحيطه نص الليل وانت راقد والمره جنبك، المره دي صحت شافته، بتكورك للرجال ناس الجيران ولا بتصحيك انت؟ مش بتصحيك انت؟ بتصحيك انت؟ المره الصوفيه ما بتحترمك، تكون ماشي معاه في الشارع تعتر تقول يا حسن واتحسونه وانت قاعد جنبه تعتر يا واتحسونه من المدفونه. الدفن شنو ذاته؟ والدفن منو ذاته؟ والله تلقاه جنبك تقول يا بقصه الما بتوصى، ما بتوصى عديل، يا ابو قرون من العيون. ذات اسماء تخوف، في ولي اسمه ابو قرون؟ لاقاك انت ولي اسمه ابو قرون؟ هذه كلها اسماء يا ابو العباس من عيون الناس. والله واحد لقيته عنده عربيه كاتب فيها يبشام ورا وقدام، ده مع الشقه مره واحده. لا قال يبشام ورا وقدام، عشان كذا المره بتزلك. شفت المره الموحده دي بتحترمك، المره لما تكون موحده تحترمك وتلقاها ماشيه معاك مؤدبه، لكن انت ماشي معاه تعتر تنادي راجل ثاني، معناه انت جقر ساي فار ساي ماشي معاه، انت زول مسكين ساي ما فاهم اي شيء، لا في معاه عليك الله تزيل فيك كذا يا اخي. ولذلك دي كلها اوهام عند النازل يا اخي. برع القوم ده قال اناب خطب، خطب مصيبه كبيره جات في البلد، اناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله اسماعيل. كان جات مصيبه قال نادي اسماعيل، اسماعيل ده ناس جريت الدار جابوا واحد اسمه رضا، قال اسماعيل ده ذاته عنده غفير ضبحوه، كر غفير والحارس للقبه ضبحوه ما قدر يحميه. احميك انت في البلد دي تناديه؟
الغفير الحارس للقبة ضبحوا بيقوا مارك ما قدر إسماعيل يحميه، يحميك أنت من آخر الدنيا. هو إسماعيل مات في مصيبة في الدنيا دي، مرض ولا تعب أشد من الموت؟ الموت مش مصيبة؟ الله قال في سورة المائدة سبحانه وتعالى، قال إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الموت ده مصيبة، عشان تعرف أنا ما قلت لك الصوفي ما بيفهم بالراحة كده. زول عيان بينادي زول ميت، أشد الموت ولا العيا؟ مش أشد الموت؟ هو ده ميت ما قدر يدفع الموت، يدفع عليك القحة والنزلة، الموت ما قدر يدفعه. تمشي تنادي يا أخ زول عليك الله مات يا ناس بالراحة من غير أي نبذ ومن غير أي زعل، زول مات يجرد هدومه تشت جلابته برا، عمته يقلعوها، طاقيته عراقيه، الباقي ده كله تحت كله يشيله برا، يخلوه زي ما الله خلقه في عن قريب. يجيبوا المقص يشيلوا الشنب بتاعه، يجيبوا الضفارة يضفروا ضفوره، يجيبوا ثلاثة جرادل، جردل موية زاي وجردل بكافور وجردل بسدر، ويلموا في الفكيدة يغسلوه يقلبوا بيجاي وبيجاي يجيهوه، ما قادر يحرك أصبعه ولا بيتحرك، ما قادر يحرك أصبعه. يجيبوا ثلاثة قطع زي الملاية يخطوها، ثلاثة قطع للراجل وخمسة للمرأة، الراجل ثلاثة قطع يخطوه فوق الكفن، القطع الأولى والثانية والثالثة، يكفنوه يربطوا ثلاثة أربطة جنب الرأس وجنب الكرعين وفي النص، ويرفعوه فوق البرش. مش بيعملوا كذا ولا ما بيعملوا؟ فوق البرش وفوق العنقريب، ويشيلوا أربعة رجال ما قادر يحرك طرفه، لا يد لا كراع، ما قادر يقول آه، ما قادر. يشيلوه يودوا المقابر ويقدموه ويصلوا عليه أربعة تكبيرات ما فيها ركوع ولا سجود، ويدعوا له ويحفروا المطمورة ويحفروا ود اللحد اللحد، ويدخلوا أهله جوه، ويجيبوا اللبن الطوب طق 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 يرصوه، حاصل ولا ما حاصل؟ يجيبوا الطوب يجيبوا الطين يليسوه، ما بخلوا لك نفس في السودان ده، إن دقست متى ترى هو شغلتك ما معروفة. بعدين شفتها يليسوه لك طين جوا هنا دي، في ناس برا طبعا برضو بجيهوك بيقول لك في نفس هنا الديو والديو، ما بخلوا لك نفس في البلد دي، أعمامك قاعدين فوق يليسوك تمام، وباقي الطين بكاوشوا لك برضو بدخلوه والله، وبالواسوق وبالكوريك اردموك تراب متر تراب. بعد ده ابنه له اوضه عزابه ما لاقين يتزوجوا، عزابه لافين في البلد دي يسمعوا للحوت وفرفور وقنبور ما لاقين يتزوجوا والله، تلقاهم الواحد يبكي اوك هذا حواتي عد، قول واحد انا عارف امورك مجيه عارف الحاصل، انا ما من البلد لكن بنقوشها من بعيد عارفك كده، ان شاء الله الله يتجاوز عننا وعنك. المهم تلقاه شنو اسمع عليه الاغنيه ويبكي اوك لهيب الشوك كر يبكي ما لاقي يتزوج، تبني له اوضه ليميت يا اخي، تبني له اوضه وسوي له باب في الاوضه، وفي الباب ساوي له ترباس وطبله، وبعد ده تمشي اخر الدنيا تعتر تقول لا الحقني بعد ده كله يا جماعه، تقول لنا تناديه من دون الله، وده مدفون وخلي المدفون. هسه اي زول كلامنا ده عنده في شك، اي زول خلي المدفون ده، انت الليله اقوى زول شفتها اللي مش يرقد في سريره بجنبه، ما يرقد على ظهر ولا بطنه بجنبه، ارقد بجنبه وقول دار تقوم بتقدر؟ والله ما تقوم، خلي مدفون بس ارقد بجنبه كذي على خد سريرك مع الحيطه وارقد بجنبه وقول دار تقوم بجنبه بتقدر؟ والله ما تقوم، والله لما تموت ما تقوم الا جازفه تلوي تبقى في غادي مارق.
يا أخي تجي أختنا دي من دون الله تقول لا ألحقنا وأفزعنا ويتوا في الشدائد ونحن راجنكم وأعملوا لينا وسووا لينا ويا فكي فلان أنهمنا يا أخي نساوينا يا أخي في القباب يمشوا يخشوا جوا يا أخي جوا القبة. واحد قال لقيت ثلاثة نسوان، واحدة ساجدة والثانية قاعدة بيعلموا فيها قاعدة تتفرج، والثالثة بتشكله وبتقول لها الشيخ أنا جيتك كم مرة ما حليت لي مشكلتي وما جيت، وكذا اللي حيل مشكلته جوا ولا حل لي مشكلتي. قال تعالى في القرآن وتوكل على منو؟ على الحي الذي لا يموت. أي حي بيموت ما تعتمد عليه لأنه بموت لأنه ضعيف، لكن الحي المبموت واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ده تتوكل عليه وده تعتمد عليه. وما في قباب في الدين يا جماعة، أي مغابر تلقى فيها قبة ده ما من الدين. الدليل آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من رواية أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن، ديل من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، ذهبتا إلى الحبشة بدري قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة بدري. قالت عائشة رضي الله عنها وهي من رواة الحديث، قالت فذكرتا كنيسة في أرض الحبشة يقال لها ماريا، كنيسة فيها تصاوير وقبور، كنيسة دي فيها قبور وفيها صور تصاوير، عائشة وأم حبيبة وأم سلمة دي رواة الحديث. قالت قلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره، بنوا على قبره وجعلوا له تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. دار تشوف شرار الخلق الناس اللي بيبنوا فوق القبر، يا أخي في صحابة كتلون شهداء ما بنوا فوق قبور الناس بعدهم ما بنوا، حمزة رضي الله عنه ده كتلو شهيد شهيد، أمشي أشوف قبره في المدينة فيه كم قبة، فيه كم طوبة، فيه كم مدماك، ولا مدماك ما فيه. تجي أخت ابني لك ليزول وتشيل تراب وتتبرك به وتسفه وتطوف بالقبر، بدل تمشي تطوف بالكعبة هناك وليطوفوا بالبيت العتيق، تطوف هنا في المقابر وتناديه تقول له الدين الجنة من دون الله تعالى. دي كلها الصلاة الصوفية أصحاب الخرافات، كل غلو في البشر والله الذي لا إله غيره. والله يزو يقرأ كتب الصوفية وشوف ممارسات تاني النازل بيتركهم تماما، يعني عندهم كتاب اسمه الطبقات الكبرى للشعراني، عندهم شيخ اسمه محمد الفرغلي في الكتاب ده ذاته. الشعراني ده مدح البرع عشان ما تقول كضبنا على النازل، البرع قال في مصر المؤمنة وسيدي الشعراني الناشر لعلم الله. وانتوا يا جماعة نعلم نكشف النازل، انتوا جزاكم الله خير والله يثبتنا وإياكم. الكلام ده دافع عنه، دافع عن الحق، وقيفوا ضد أهل الباطل والله بيرفع قدركم والله. ولو ابتلي العبد، والله الناس ما تلاوز ده دين، الناس تقول ولو قطعوها، لأنه الله قال في القرآن وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، جاء من بعيد، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. بعد التعارف قال شنو؟ قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون، قال لهم عديل اسمعوها ما داسيا منكم ولا برجف منكم ولا بخاف فاسمعون. قاموا عليه كتلوه، زول ده ساعة بس كتلوه. الله قال سبحانه وتعالى
قيل ادخل الجنة خسران؟ سألكم بالله زول ده خسران؟ انت هسي لو نشرت الدين ده وزول ضربك انت خسران؟ مشينا بعض القرى اثناء ما بنتكلم بيجي طوب طاير، مشينا بعض المناطق واحد جانا بيفرار اثناء غلاده النبدا جا بيفرار كر ابو فرار ده ذاته سافر المغرب للتجاني وتجاني، سافر لشيخه مرتين المغرب كم ساعه في الجو المغرب مرتين، وليه الله ما مشى حج ولا مره؟ ده زول فاهم ده عقائد في البلد دي يا اخ ضال، عقائد غريبه والله الذي لا اله غيره. كتاب الطبقات ده بتاع البرع بتاع الشعراني المدح البرعي قال فيه شيخ اسمه محمد الفرغلي، عشان الله شوف النازل بيستخف بعقول الامه دي كيف، قال من كراماته، قال الفرغلي جايب له كرامات، قال خطف التمساح بنت مخيمر النقيب، في واحد اسمه مخيمر النقيب التمساح خطف بيته، ذات البيت اللي بيودوها البحر جنو لما التمساح اختفى ذاته، هذا عطالة والله اصله الشرك معه وخيابه، بعدين التمساح خطف البيت اكله قرمشه عليهم ربه، المهم اكله. جايبين القصه، قال فجاء مخيمر النقيب الى الشيخ الفرغلي محمد الفرغلي، قال لك الله اسمع القصة دي كويس والنايم ده صحيح عشان يسمع برضه كويس والله. قال فقال الشيخ الفرغلي محمد الفرغلي ده قال لمخيمر النقيب اذهب إلى البحر ونادي بأعلى صوتك يا تمساح تعال كلم الفرغلي. في تمساح بعرف الفرغلي يا جماعة؟ في تمساح بعرف الفرغلي؟ والتمساح ده إن لما فيك بيتفاهم معاك وبكون جيعان وغاتي استحيت وما لامي في الشغله ده بعرفك الا يكون صاحبه بس يكون تمساح زيه. بعدين قال فذهب الى البحر ونادى باعلى صوته يا تمساح تعال كلم الفرغلي. قال فخرج التمساح من البحر كالمركب والخلق عن يمينه وشماله جاريه، الناس جارين بيجاي وبيجاي. قال حتى وقف التمساح بباب الشيخ، بيت الشيخ، تمساح ده بيعرف بيت الشيخ من وين. قال فخرج الشيخ وامر الحداد بقلع جميع اسناني، قال الحداد كسر اسنان التمساح ده والتمساح واقف. قال الحداد طوالي كسر اسنانه، قال للتمساح افتح خشمك، ده خشم جاب لها جنى وشاكوش ولا ما اعرفه جازفه بجنو، مهم كسر لها اسنانه والتمساح واقف زي واصي. لو في زول المسكين ده كسرت له اسنانه من غير بنج بيقف لك؟ خليته مساح وتكسر له اسنانه واقف. قال ثم امره بلفظها، قال لا اطرش البيت، البيت اكله. قال لا، قال ثم امره بلفظها، قال فخرجت حيه مدهوشه، البيت من بطن التمساح مرقت جات راجع. ده طرش التمساح ده، انا بباريو زول طرش التمساح يا امه ده بباريو. قال فخرجت حية متهوشة، مرقت متهوشة، قالت أنا كنت وين؟ كنت وين؟ ما كنت في بطن التمساح تجابك شنو تاني؟ قال أنا ضحكني باقي القصة. قال ثم أخذ العهد على التمساح ألا يخطف إنسانا وهو حي. قال لا يا تمساح تاني أنا قاعد في البلد دي شوف لك بلد تاني. قال فرجع التمساح إلى البحر ودموعه تسيل، والله الذي لا اله غيره، بكى التمساح شيلوا جراح زي ما بيقولوا الشباب، والله خلى التمساح كر يبكي، في تمساح بيبكي؟ والتمساح دين قال له الدلاله دي فيها فلان ده تمساح ما بتلاوز منه ده بتبيع له. قال لك وانا ما لقيت حلاوه يسمى التمساح، التمساح ده دائما حاجه شديده، يا تلقى موسى التمساح ولا كبريت التمساح، حاجه صعبه بتكون يا اخي انت تبكي التمساح عديل بكاه عديل وخليت تمساح. في كتاب حق الصوفيه اسمه طبقات والضيف الله، جايبين فيه حاجات للصوفيه بعضهم بحاول يجاسف كده ينكره. الكتاب ده فيه ترجمه لشيخ اسمه موسى بن يعقوب، والناس دي برا قايلين انا متكلم في الشيوخ ساي، قايلين انا زول حافظ القران ومؤدب
ومحترم وبصلي في الجامع بيذكر الله تمام وبيستغفر، بنجي نحن ننبذه كده نكون نحن معتدين ولا ما معتدين؟ معتدين. لكن نحن بنتكلم في الناس المجارمة زي دين اللي ببكوا التمساح وضحكوا والدبرك، يا هو ديل بيزعلونا نحن والله، والبنادوا غير الله ويقول لك نادي غير الله. موسى بن يعقوب ده في كتاب الطبقات لمحمد والضيف الله صفحة 116 قال فيه، صفحة عفوا 98 من 97 ل 98، وفي بعض النسخ 197 ل 198، آخر نسخة سنة 2012 قبل 6 سنة، قبل 6 سنة. قال فيه موسى بن يعقوب ده من كراماته علم منطق الطير، يعني بيتكلم مع شنو؟ مع الدبرك وبيدع شوشة والمعلمين ديل بيتكلم معهم عادي. قال ذات يوم، شو الكرامة دي؟ قال ذات يوم المشاط بيمشط راسه، عنده واحد بيمشط له في راسه. قال فجاء الطيرة في قوة البيت، القوة زي الشباك دي، قال فسكسكت له، والله مكتوبة كده في الكتاب، قال فسكسكت له فسكسك هو لها، طيرة سكسكت بدل ينهرها وذاته سكسك معاه الفكي ذاته الله. قال ثم جاءت طيرة أخرى فسكسكت له فسكسك لها، والطيرة الثانية برضو تكلم معاه بالسكسكة دي. قال فقال له المشاط يا شيخ سألتك بالله الذي لا إله غيره، الطيرة إن قالت لك وأنت إن قلت لها قالت لك شنو؟ أنت قلت لها شنو؟ قال زوجاني وفقت بينهما. والدبرك قال لي زعلان من بدع شوشة، صالحتهم والله صالحهم معلم ده، قال لي والدبرك ما تتهور والعصمة بيدك وما تطلق بدع شوشة دي، وبدع شوشة المطلقة ما بتلقى لها تاني راجل يتزوجها، ويا بدع شوشة ما تتهوري الزرازير الصغار ديل بيروحوا ساي جازفة معاهم والله الذي لا إله غيره. دي يا جماعة ما هوس في البلد دي، عشان كده يقول لك ناديون لأنه بيخلوا فيهم. يا أخي والله الذي رفع السماء في كتاب اسمه النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية تأليف عبد المحمود نور الدايم، قال فيه قال استشفاع الملائكة بصالحي الإنس. قال في شيخ جاب من الطبقات الكبرى للشعران قال اسمه عبد الرحيم المغربي، اسمع القصة دي خطيرة كيف. قال عبد الرحيم المغربي ده قال كان في حلقة فجاء شبح من السماء، حلقة جاء شبح من السماء، قال ثم صعد الشبح فقال الحاضرون للشيخ يا شيخ ما هذا الشبح؟ الشبح ده جاء من فوق ده شنو؟ في بعض النسخ كاتبين شيخ عديل، شيخ جا من فوق. قالوا لا يا شيخ عبد الرحيم الشبح الجا من فوق وطلع ده شنو؟ تعرف قال لهم شنو؟ ارجع الكتاب ده بتلقى كلامي ده اسمه النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية تأليف عبد المحمود نور الدايم بتاع طابت هناك في الجزيرة. قال هذا ملك من ملائكة السماء، ملك وقعت منه هفوة فجاء يستشفع بنا إلى ربه، ملك قال ملك غلط وجاء الملك من السماء غلط جاء الأرض للشيخ عشان الشيخ استشفع به لمنه؟ لله سبحانه وتعالى. انت بتصدق كلام زي ده؟ ملك يجي للشيخ يقول لا انا غلطت وكذا ودارس تشفع بك لله سبحانه وتعالى، كاتبنا في كتابه. ولذلك يا جماعة الدعاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. يا أخي عليك الله اسمع الآيات دي، والله آيات عظيمة. الله سبحانه وتعالى تحدى فيها الناس وذكر ويتحداهم. قال قل الحمد لله في سورة النمل وسلام على عباده الذين اصطفى. ليه قال وسلام على عباده الذين اصطفى؟ لأنهم عبدوا الله ولأنهم دعوا إلى الله سبحانه وتعالى، أنبياء ورسل
اختاروا. قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أخير تعبد الله تعتمد على الله براو، ولا أخير تعتمد على غير الله؟ الجواب الله خير. ليه الله خير؟ ذكر لك بعض الأشياء. قال أمن خلق السماوات والأرض، سماوات دي الخلقها منه يا جماعة؟ الله. والأرض الخلقها منه؟ الله. الصوفية شيخ، شيخ المرغنية عندهم كتاب اسمه النور البراق في مدح النبي المصداق، شيخ اسمه عبد الله العيدروس من مشايخ، قال أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. انت رأيك شنو؟ قال السماء دي بنيتها أنا، أنا عرشها والكرسي. ده الفكيه. تاني تقول لي مالكم ومال الشيوخ؟ الشيخ قال بنى السماء، تقول لي مالك وماله؟ أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها، أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. السماء البنامنه. قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. ده الله يا أخي، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. قال أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. لك الله شوف القوة دي. الموية لون واحد، تنزل في الأرض النبات جاء ألوان متغيرة، واحدة حمراء، وردة بنفسجية، وبتيخة خضراء، وشمام أصفر، ما شفته؟ الموية السقوة بيه لون واحد ولا كم لون؟ ليه ألوان الشجر ده ألوانه؟ مش دي عظمة من الله سبحانه وتعالى؟ مش دي قوة؟ والسماء ذاته نزل منه المطر منه؟ الله. في البلد دي في ناس قالوا في شيوخ بينزلوا المطر، في النيل الأبيض ده، مش ده النيل الأبيض؟ في أحد اسمه صلاح الدين بدوي الخنجر دكتور، قال عندنا في السودان مسجلة، وبتقدر تغالط تقول لما قال كذي، مسجلة ومصورة ومرفوعة في النت، قال عندنا في السودان الشيوخ بدوا المطر، والمطر بحسب الطلب، عجبك عجبك، ما عجبك امش افتح بلاغ في الشرطة. قال كذي، قال يجيك وهابي، وطبعا اي زول يدعو للتوحيد بيقولوا له وهابي. ما في وهابي في الدنيا، ما في وهابي. لو لميت اهل السودان ديل جد وغيرهم، كتبت بحث وهابي شغلة دي بتلف ساي، ما بتلقى حاجة. ما في وهابي، دي وهم ساي ابو الصوفية دار نفر الناس منهم. اوك وهابي وبدقن جه خلاص بشنب ومشى، ما في شنو؟ جلابيه تكون قصيره وانت سروالك قصير، في شنو يعني؟ لا انتوا بتاكلوا باسطه وانت بتاكل قرض، خير الباسطه ولا القرض؟ ممكن القرض ده لما يقردك نحن بناكل الباسطه بتقويها، انشغلتها وشغلتنا ماشيه. ولذلك قال يا جماعه الزول ذاته، ده ذاته الخنجر ده، قال يجيك وهابي يقول لك ما تسال الله، أهابي تسأل الله ما بيديك، تسأل الله ما بيديك، وتمشي للشيخ الخنجر ده في الجامعة الكبير قالوا الدبرك بطير خلي بني آدم. نعم حضرات الجامعة. الله يجزيك خير، الله يجزيك خير. طيب الزول يا جماعة، أيوة ده كلامه، ده كلام الخنجر ذاته.
ينشر رحمته وينشر رحمته وهو الولي الحميد. سمعتوا يا جماعه ولا ما سمعتوا؟ كذبنا عليه وهذا صوره وصوت. قال تكون في سرابتين، المقطع قدام بعدين داري اتاكد يجي يتمه. قال يكون في ارضين، عليك الله جوا الكلام ده خطير كيف. قال يكون في ارضين بينات سرابة او تجند، قال فيهطل المطر منها هنا ولا يهطل منها هنا. السبب ديل دفعوا البياض. انت بتصدق كلام زي ده؟ المطر قال ديل دفعوا بياض. الكفار ديل عندهم مطر ولا ما عندهم؟ الله اداهم مطر ولا ما اداهم؟ بيت ليا الكفار ديل بتجيهم بيت لي، هذيل بيدفعوا بياض. ويا اخي واحد من اهله قال لي والله من ناسه ذاته مش من اهله، من بلده ديك كذا من نيل ابيض، قال لي ذول، قال لي والله لو جردل او جك او جركانه كشحوها الشيوخ ما يلموها، خلي مطر طله يلموها بجاي وخلوها بجاي. يا اخي معقوله يا اخي؟ مطر انت بتلمها؟ قال تعالى في القران، عليك الله شو القران ده واضح كيف؟ واضح سوره الواقعه، قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ مش واضح؟ أسيدي دار شرح المطر ده اللي بينزله منه؟ يا أخي شارون يا أخي ما بقول كلام زي ده، بوش ما بقول كلام زي ده، ترامب ما بقول كلام زي ده. تجيت يا أخي تقول يا أخي شيوخ بده مطر؟ بده مطر يدو كيف ذاته؟ أنا داري أعرف يدو كيف؟ مطر ده بنزله الله يا اخي العظيم سبحانه وتعالى. قال أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، بل هم قوم يعدلون يسوون غير الله بالله. الله الناديه والنادي الشيخ، الله بيعلم الغيب والشيخ بيعلم الغيب، الله نحلف فيه والشيخ نحلف فيه، الله بدي الجنة والشيخ بدي الجنة، بل هم قوم يعدلون. يا أخي الله ده براو تو مصدق؟ الله ده واحد، الله أحد سبحانه وتعالى، الله صمد جل وعلا. قال أمن جعل الأرض قرارا، عليك الله شوف الآية دي قوية كيف. قال أمن جعل الأرض قرارا الأرض دي وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، عليك الله ركزوا معي، وجعل لها رواسي الجبال تثبتها وجعل بين البحرين حاجزا. في قوة أكثر من دي؟ دي كوباية، كوباية دي كوباية تملأ نص مويه، اخونا ده بتاع الساون املا نص مويه يجيبه، وعمنا ده يجيب نص مويه نص كوبايه، ذاك نص كوبايه وده نص كوبايه، ويكبوا مويه ده ومويه ده في كوبايه واحده ويعملوا لها كده. تاني لو جبت اقوى زول بيقدر يمرق مويه ده من مويه ده؟ اسالكم بالله بيقدر؟ الله مش كوبايه، الله بجرين بحرين، ما كوباية، بحر ونهر بحرين بجرين سوا وبالطاقشن. تخيل موية تطقش موية ونقطة ما بتتلخبط بغالي، في قوة أكثر من دي؟ قال مرج البحرين يلتقيان بينهما شنو؟ برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكذب بنعم الله يا أخي، تنسب الفضل لغير الله يا أخي، تشكر عباد الله يا أخي وتخلي الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا
بل تكذبون بالدين. ده يا اخي ما بتكذب بدين الله، تكذب بالدار الاخره، تعظم البشر يا اخي. يا اخي الله بجرين بحرين وما بتلخبط ذاته. قال وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. يا اخي الله سبحانه وتعالى قال في سوره فاطر وما يستوي البحران، ما بتساوي، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج، ده طاعم وده مسيخ. قال ومن كل منين الاثنين تاكلون لحما طريا، مفروض بالفهم العام كده يعني مفروض الطاعم ده لحمه يكون طاعم والمسيخ يكون ما بيتاكل ذاته، لكن قال لك ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله. الله عمل ده كله ليه؟ ولعلكم تشكرون. يا غداك النعم دي كلها ما قادر تشكره؟ تشكر في المخلوق؟ قاعد له ساعه تلقاه قاعد لاملي 10 عطاله ودراويش لابسين مرقع شايلين له نباريك، تقول لوري هوستن شايلين له اباريك الفقير وده شايل له ابريك وماشي، تلقى كراعه ملانة خرايط وبلاوي وتلقاه مفلفله وقاعد وده بيحكي له يغش فيه. ابونا الشيخ من كراماته انه طار ثم ركع، ودي والدبرك ما بسويها يعني شيخك ده جاب حاجه جديده يعني طار وركع يعني استفدنا شويه يعني طار وركع. قال والله الذي لا اله غيره. الله قال وامن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. نازل ما بعرفه الله، والله البشر ديل أكثر ما بعرفه الله، والله الله ده عظيم عظمة لا مثيل لها. يا أخي شوف الأرض دي قدر كيف، الأرض دي الآن الأرض دي للسماء زي الحلقة بتاعت السلسل، حلقة ملقاة في فلاء، والسماوات السبعة والأرض مع الكرسي وسع كرسي السماوات والأرض، والكرسي مع العرش كحلقة ملقاة في فلاة. العرش ده قدر كيف؟ والله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى فوق العرش، وبعد ده يعلم النملة دي كان أكلت ولا جيعانة. في عظمة أكثر من كذي؟ انت هسه مديت يدك دي ولا راسك، يدك دي كان قال له كحسب شعرها كم؟ شعر يدك دي بتقدر؟ انا هسه بديك لها تمشي احسبها 10 سنه بس احسب لنا شعر يدك دي تقدر؟ الله من فوق 7 سماوات يعلم بها شعره شعره. يا اخي ما بتعظم الله؟ قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عظمة قدر دي تقدر عليها؟ الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أي دابة؟ نملة، قبورة، جندبة، خروف، غنماية، بشر، حيوان، لافي، غير لافي. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. تخلي الخالق تمشي للمخلوق، تخلي العظيم تمشي للضعيف. الإنسان بياكل ويشرب ويمشي الخلاء ويموت ويمرض، والأرض تاكله تمشي له تنادي ميت ضعيف. الميت يا اخي لو ادوه 10 جنيه مش ميت، ادوه 10 جنيه قال له كذا الامه كفن وده فيه جيب؟ اسالكم بالله الكفن فيه جيب؟ او جاب ما عنده تناديه كفن وده فاضي زاي، كان اديته ساعه ما بيعرف ما في.
وإذا تناديه من دون الله تلجأ له والحقنا وافزعنا ونحن دارين وكذا وكذا. قال تعالى بعدها: أمن يجيب المضطر، هناك في سورة النمل، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. عندك مشكلة، شوف انت مفلس داير قروش، متزوج ما جاك جنى، مرة زهجانة في البيت، زول عيان 10 سنوات، زول مريض، زول عنده مشاكل في البيت، زول عنده مشاكل في الشغل، تعرف تعمل شنو؟ بس ارفع يديك أثني على الله، أمدح الله سبحانه وتعالى وأذكر نعمه عليك وانكسر له وأدعوه، بديك ولا ما بديك؟ يا أخي ابن النحوي قال: طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، نازي بعد نامت أنا قمت بالليل، قال: طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك هموما أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. أسأل الله يا أخي، يا أخي الضر عليه الله انكسر له. الرسول قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو شنو؟ ساجد. في زول زمان رجل، الناس جاءهم بالحق، أبو دعوته وشاكلوه ونبذوه وزجروه، الرجل ده رفع يده لي الله، دعا الله، قال الله عنه: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه، دعا الله 3 كلمات، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. شوف القوة دي، أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. عظمة ولا ما عظمة؟ قوة ولا ما قوة؟ ألجأ لله بعدين ممكن تدعوه وما يستجيب لك طوالي لحكمة، أنت بتكون ما عارف الحاصل شو، ممكن تقول يا الله تشفيني وسنة ما تبقى كويس، ده خير لك، أنت ما جايب لي خبر، لأن المرض ده والفقر والضيق ده بكفر لك السيئات، لأنه ده خير لك. الله قال سبحانه وتعالى، قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. النصر بيجيك والخير بيجيك. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ما أفزول بيعلم غيب، وأي زول مش ليه دجال بيتعامل بالشياطين يجيب ليه الرايح أو اللي يعتقد فيه يرسل شياطين ويجيب له، ده مرق بره الإسلام، ده ما كلامنا نحن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما كلام خطير؟ إياك تمشي لي دجال، وإياك تمشي لي فكي تقول لي داير جنة. لا أبو الشيخ والله لي 7 سنة متزوج والمرأة دي ما في حاجة، وهذا بجيب لك كيف؟ اديه عائل للمرأة يلقاها جميلة، اديه تراب يقول لها اكشحوا هناك، يعني هنا مثلا هنا، ولا اكشحوا في القطينة، تمشي تكشحوا التراب في خشمك، يزول بخطوا ليه زي دي؟ بخطوا عليه وتمشي بعد 9 شهور الجنة يجي أضانه زي أضان الفقيه واحد ما فيه
جالس ابوها كيف نار عارفك كلامي ده ما تشوفه تقول زعل، ما تقول زعل، كلام ده ما تقول كعب. الله قال في القرآن: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. تجي تقول يا أخ فكيف الدجنة ساوي لها قصيدة عديل. قال: كباشي كم أدى ولد، في كل بلد كم حل عقد كباشي، يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي، من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. في كباشي بدي جنة؟ انت تسأل الله افضل كباشي ولا ابراهيم عليه السلام؟ ابراهيم عليه السلام الله قال عنه انه ابراهيم نفسه دعا الله سبحانه وتعالى وشكر الله واثنى على الله. قال الله عنه في سورة ابراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. يا اخي الله قال لزكريا سبحانه وتعالى لما زكريا دعا الله: كاف ها يا عين صد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي. شوف الأنبياء ذاته بعرفوا يدعوا، مش بيجوا مستعجلين يا الله داير عجوة وتمشي طوالي، نزل بيقدموا بمقدمات بيثنوا على الله وبعدين منكسروا لي الله. انت لما تنكسر لي الله ده وتخضع له تتذلل له وتدعوه وتثني عليه بيستجيب لك، وتصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعاء ذاته. قال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني. شوف الانكسار ده كيف، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. القال مرتي كانت عاقر دمنه زكريا عليه السلام. تقول لي فكي بدي جنة؟ زكريا قال مرتي كانت عاقر، ده لو في زول بدي جنة ما كان الأنبياء. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. الله قال له كلام عجيب، كلام قوي، كلام مطمن، كلام يريح الزول المؤمن جوه في قلبه. قال له: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال: ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال لك كلمتين لو فهمتين تاني ما بتمشي ليه فقيه. وأي مرة الآن بتسمع في كلامنا ده لو فهمت الكلمتين ديل في سورة مريم تاني ما بتمشي ليه فقيه، تقول ليه داير جنى. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. علي الله هين معناه عليك انت شنو؟ معناه عليك انت صعب. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، كونه يديك جنى علي الله هين. الكلمة الثانية دار تعرفه هين: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولذلك انت تلجأ الى الله دار جنى ده تقوم تسأل الله. والله انا بعرف مرة، والله الذي لا اله غيره 18 سنه ما ولدت، 18 سنه ومن اجمل النساء، بعد 18 سنه الليله دي عندها 3 اولاد وبيت. بعد 18 سنه واحد جارنا في البلد بالحيطه اتزوج 3 نسوان، الاولى 7 سنه ما انجب طلقها، الثانيه 10 سنه ما أنجب طلقها،
الثالثة ثلاثة سنة، السنة الأولى، الثانية، الثالثة، والدولة ثلاثة تيمان، أقسم بالله الذي لا إله غيره. بعد 20 سنة أو 23 سنة أنت مات يا اسم رحمة الله يا أخي. أنت ممكن بعد تكبر في السن الله يديك، وبعدين الشغلة دي ما بالصلاح، لأنه في كفار عندهم أولاد ولا ما عندهم؟ في ولا ما؟ ناس كفار تلقى عندهم تيمان. أنت ولا بالقوة، شغلة دي ما بالقوة، في ناس قالين إنها بالقوة، بوشم وحديد وتوطح بالباب، أنت قالها بالقوة؟ زول تلقى مشلول وعنده دستة بتاعت أولاد 12، واحد تلقاه ينداك بنية تاني ما بتقوم ولا جنى ما عنده، انت قايلها بالقوة هي؟ تلقاه يسوق في اللوري وكبرة وبعيد واحدة في الدقداق، وداك كرعي ما قادر يسوقها وعنده دستة، شغالة شغالة ولا بالقروش. واحد تلقاه عنده عمارة 10 طوابق 9 فاضية، وطابق ساكن فيه وهو مرته ما في شيء. واحد تلقاه عنده اوضه واحده وحوش، تشوف عجاره في الحوش زي السوازين وما قادر يلمه، انت قال الشغله دي بالقوه ولا بالقروش؟ انت قايلها الشغله دي من منو يا جماعه؟ من الله سبحانه وتعالى، واللي بيديك الجنه. وبعدين يتحدى الناس زي الجد، والله انا الله ده شوف قوي جدا، عشان كذا ما في قوه ذاته زي قوه الله، والله شكاية احنا بنعظمه ونحبه واصله نهاية. الله قال يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله اللي بتنادون ديل يا واتبانقة في البلد دينا، يا توم واتبانقة، ويا ما بعرف وين، ويا فلان، ويا يا زول، يا برع، يا مكاشف، كباشي، غيرهم. قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا، ما جاب فيل ولا جاب أسد ولا جاب سماء ولا أرض في الآية دي، قال لن يخلقوا ذبابا، في تحدى أقوى من ده؟ ضبانة قال لك ما بيقدر يخلقوا، ولو اجتمعوا له شيوخ جت يقعدوا كلهم في الواطة ما يقدروا، وغير ما يقدر يخلقوا ضبانة 5 جيه الجناح بتاع الضبان ما بيقدر، وانتوا البطن بتاعت الضبانة، وانتوا الكرعين ما بيقدروا، في قوة أكتر مني؟ وقال لك ضبانة ما بيخلقوها، يخلق لي بشر عديل، بشر كذا يجيبوا لك وناي وكذا وكذا وكذا، يقول لك والله انت مولانا الموضوع ده انت ما جايب لي خبر، ما جايب لي خبر كيف؟ والله يقول لك الفقي مما مشينا قال اديت كنجنة، بعد 9 شهور المرة دي جابت جنة، ها يا مولانا دي حلوها كيف؟ انت ما عارف حلها كيف دي؟ دي حلها آية في القرآن قبل ما تم ديك ما تمامتها، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، البنادي والبنادو كلهم ضعف. لكن تعال شوف الآية دي، قال قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء، الله قال لك أولياء عشان ما تقول لنا أنتوا جبتوا الأولياء، دي آية في سورة الرعد، قل أفاتخذتم من دونه أولياء ما لون الأولياء لا يملكون لأنفسهم، خلي لك أنت لأنفسهم، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ يلا بعد أسمع قال جنو، قال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الجندة أبوه وأمه يتزوجوا بعد سنة سنتين الله رزقهم جنى، الجنى مرق، ايوه داك مشى للفقي قال له اديتك جنى، بعد 9 شهور الجنى مرق، الاول ده لو سالوه الاول قال له اداك الجنى منو؟ قال الله، الثاني اللي اداك الجنى منو؟ قال الفقي، ايوه خلاص نحن ما نسالك، ما الله قال ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم،
الجنة الأداك لي الله فيه كم أضان؟ اثنين. والجنة الأداك لي الفقي فيه كم أضان؟ والله يا مولانا فيه اثنين. ده حق الله ذاته، انت ما جايب خبر، انت جيب لي جنة فيه ثلاثة اضنين. انا نقول حق الله فيه اضانين وحق الفقي فيه كم؟ ثلاثة. لكن انت بتتصلبط ساي، اديت كلها انا اها. الجنة حق الله اللي اداك لي الله فيه عينين، والجنة حق الفقي فيه كم عين؟ فيه اثنين. ده حق الله ذاته، سم جاسي فساد، وانت بتتصلبط ساي. بعدين انت لو بتدي الجنة، انت ذاتك لو بتدي الجنة، انت ذاتك ابوك امك اللي اداهم انت منو؟ انت ذاتك اللي اداك لابوك امك منو؟ الله سبحانه وتعالى. يا اخي تقول لي يا اخي بدي جنة يا اخي، انا والله لقيت في جريدة واحدة خواجية عندها 7 جنيهات جايبينها في الجريدة، تيمان قاعدين جنبها زي الفيران، صغار صغار والداون ديل ابو 7 ديل هذا قدامنا الله سبحانه وتعالى يا أنا. ونحن ذاته والله يا جماعة بقينا ذاته متألمين، إذا بنقنع في ناس بنتسبوا للإسلام ما يتوب، الناس اللي بيعتقدوا ديل إذا بنقنع فيهم إنه اللي بدي الجنة الله، الشغلة دي ما كملت عليك؟ الله ما ضاعت الدنيا دي؟ إذا أنت بتقنع زول بيقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بتقنع فيه تقول لي الجنة ده اداك لي الله ما اداك للشيخ، الشغلة دي ما مؤلمة؟ تنسب الفضل لغير الله سبحانه وتعالى يا أخي. ويا أخي الله وراك الإنسان ده ذاته بيخلقوه كيف ذاته. تقول لي الشيخ بدي جنة؟ الله قال في سورة المؤمنين، المؤمنون، قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. عليك الله شوف التطور ده كيف، نطفة في قرار مكين هناك في الرحم، فخلقنا النطفة علقة ثم خلقنا النطفة علقة. النطفة دي بقت علقة، علقة يعني دم متجلط، دم يعلق في أعلى الرحم هناك وفي آخره. قال فخلقنا العلقة مضغة، بعد كان دم متعلق بقى لحمة قدر اللي بيمضغوها ما صغيرة. قال فخلقنا المضغة عظاما، من لحم بقاه عظام تفرع. قال فكسونا العظام لحما، شو القوة دي كيف؟ كسونا العظام لحما، يعني زي الزول البردان جاب له سيوتر، لبس السيوتر وقام سوى شنو؟ بسوس تقفله. قال لك الله خلق اللحم وكسبه العظم زي السيوتر ده، وده كله جوا البطن، والله فوق وبيخلق فيه وهو جوا البطن. تقدر شغل زي ده تقدر عليه؟ يا اخي المكانيكي لو وديت العربيه قلت له صلح لي المكنه، بصلح عليك والكبوت مقفول، بيفتحها ولا ما بيفتحها؟ افتحها وجيب لي عفريته تحت وخدت له مصلاي ويدنقر وجاسف في غادي كمبيوتر ووك والكربريتر والاديتر والجرابوكسي واللخبطه وبطاريه يخش لها جوا. الدكتور عشان يعالج ما من برا، بيشرط البطن ومقص وشاش جوا. الله ما شرط بطن امك جوا بغير شروطه، بيخلق فيك جوا. شوف القوه دي كيف، ما فتح البطن جوا بيخلق فيك. هذا الزمن خلاص كويس، معلش طولنا عليك ولكن ثاني ما بنجي قريب، تحملوا بس. الله يجزيكم خير يا جماعه. قال فكسونا العظام لحما، قال ثم أنشأناه خلقا آخر. الطفل ذاته اقعد جوا 9 شهور، شوف 9 شهور دي لو جبت زول الليلة شاب عمره 25 سنة، عليك الله انتبه لكلامي ده كويس، لو جبت شاب قوي عمره 25 سنة سكت دخلته البحر، دخلت جوا القاع قعد نص ساعة بموت ولا ما بموت؟ بيغرق بيموت. الطفل ده جوا بطن امه قاعد في مويه وما غرق، جوا البطن في مويه، ولو المويه نقصت الا يمرقوا بها عملية. ولك الطفل ده بيتسلخ
بمويه بعد ده يمرق الطفل ذاته ثم السبيل يسره ويمارق للدنيا. اول ما يمرق لا بيعرف يتكلم، لا بيعرف يكتب، لا بيعرف يتفاهم مع الناس. ليه في امه بيرضع في محل معين؟ انا داير اعرف العلمونه. ليه ما يمسك اصبعه يرضع فيه؟ ليه بيرضع في محل معين؟ العلم الطفل ده منه. وبعدها يمشي يحبى يحبى، وبعدها يمشي بالسرير، وبعدها يقوى، وبعدها يكبر، وبعدها يشيل عكاز، وبعدها يخش القبر. ده تدرج الانسان. اجي فكيه لا نطفه لا علقه لا مضغه، بس كذا زي اديتك بس بتجيبه. قال شنو يا اخي؟ والموبايل ده لو دار ترسل لك حاجه بتفتح الشير ولا انت بس بتدي كذا زي بس كذا، ويدك دي اصله فيها شنو؟ فيها كهرباء؟ فيها ماس دي؟ فنحن يا جماعه في ختام الكلمه دي، والكلام يطول والكلام معاكم الله طيب، في ختام الكلمه دي يا جماعه الناس تعتمد على الله سبحانه وتعالى. وفي نقطه مهمه، نقطتين في العقيده. الناس يا جماعه ما تعلق حاجه اسمها الكمون في الطفل، ده بعض النساء بيعملوه. الطفل يعلقوا فيه كمون يقولوا ده من العين وده بيحفظ، ولا يعلقوا قرآن آيات معينة. ده كله يا جماعة ما بجوز في الشريعة. والقال ما بجوز من الصحابة عبد الله بن مسعود، قال ما بجوز يعلقوا القرآن ولا غير القرآن. وقال الكلام ده برضو عبد الله بن عباس، والقال الكلام ده عقبة ابن عامر، والقال الكلام ده عبد الله بن عكيم، والقال الكلام ده من الصحابة حذيفة رضي الله عنهم جميعا. لأن الله تعالى قال في القرآن: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وآيات كثيرة جدا وأحاديث: من علق تميمة فقد أشرك، في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة. ما بعجوز تعلق تميمة ولا حجاب ولا كمون في الطفل. لك بيحفظ من العين وكذا، ما في كمون بيحفظ. تلقى معلقينه في العربية، الخواجة الصنعة العربية ما علق فيها شيء، يجيبوها السودان يعلقوا فيها حاجة، قالوا حيرونا. وبعد يجيب العربية يطبح لها، ما في ضبيحة، يشيل الدم يلصقه في القزاز. ولك ما ضبحت لها بجي عارض. ها والصنعوها ديل معلوم ما ضبحوا لها، مجازفينها سايقين زايا معلوم. يا زول ما في عارض ولا شيء، عارض يجيها بيسوي ضبيحة، عدم ضبيحة ما في، ولا بليلة ذاته. سوقه بالبراك، ما تجيب لك بليلة ولا بلبلة. والله الذي لا اله غيره. ابني لبيت يقول لك تشتت العيش تحت، ولا تطبح في العتب، ولا البيت ده بيسكنوه الشياطين. بعد يسكنوه الشياطين جيبنا نحن، شفتها؟ بنطرد لك تت ان شاء الله، بس نقرا سوره البقره بيبقوا مارقين بها عفشهم ذاته. شياطين بتاع شنو؟ شياطين يجوا يسكنوا معاك وهناك، اقرا ايه الكرسي واقرا قران وكذا، وما تطبح لك حاجه. وبعدين بنيت بيت خلاص اشكر الله وامشي، بنت لك اشتريت لك عربيه ابقى مارق. ما تحلف بغير الله، دي المساله الثانيه. ما تقول وحات فلان وحات الجنه وحات النبي. بعض النسوان يقولوا عليك النبي وحات النبي، ما بجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي حسن الالباني من روايه ابن عمر رضي الله عنه عن ابيه: من حلف بغير الله فقد كفر واشرك.